عايزين دود؟ هديكوا. ايه واقفة مستنية ايه؟ عندي. يلا. تعالي خدي، انت غلبان انت. خلاص خلص.
انا كمان يا وحيد مشكله، بس مش عايز ادقق عليك. لا في وصف ولا في شريك ولا في ورقه تدلني على اي حاجه. وليس انت بتسافر يا عفريت؟ عفريت يا ابني اللي عامل عملتي ايه؟ مش عفريت ده الشيطان. الشيطان بيأذي مش بيساعد. تقصد ايه؟ كل يوم الصبح وانا بفتح باب المحل الاقي فلوس كتير